نستعرض معاكم جولة سريعة في المرور ونبتدي على طول زي ما احنا متعودين من شوارع القاهرة. نبتدي جولتنا على طول من ميدان عبد المنعم رياض في القاهرة. احنا شايفين في بعض الكثافات النسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع ممكن نلاقي فيها بعض السيولة المرورية. لو بصينا على طريق الكورنيش هنلاقي الكثافة النسبية موجودة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، والكورنيش المتجه للمؤسسة احنا شايفين بعض الكثافات المرورية البسيطة غير المؤثرة. لو بصينا كمان بعد كورنيش النيل هنلاقي فيه ازدحام في الاتجاه المؤدي لمناطق المانيال والملك الصالح. لما بقى نبص على الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان هنلاقي ازدحام نسبي لكن مفيش كثافات بتعطل سير المرور. لو بصينا عند كوبري اكتوبر هنا هنلاقي ان في كثافات مروريه متحركه وبتفضل مستمره لغايه العباسيه. هنفضل ماشيين لغايه اتجاه غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي فيه سيوله مروريه، ولو بصينا عند محور النصر هنلاقي فيه كثافات مروريه بسيطه لغايه ما بنوصل للمنصه. نتحول لمحافظة الجيزة ونبتدي من عند الطريق الدائري اللي تم فتحه في اتجاه الطريق السياحي. في بعض التحويلات المرورية بعد أعمال الغلق عند شارع الهرم اللي احنا عارفين انها موجودة من زمان، واحنا عارفين أعمال إنشاء مترو الأنفاق ليها تأثيرات سلبية بتبقى على حركة المرور وبرضو الشوارع القريبة زي نصر الدين. لكن حركة المرور في أغلب شوارع الجيزة الكثافة فيها طبيعية طبعا وفقا لساعات الذروة، يعني هنلاقي بعض الكثافات البسيطة في شوارع مثلا زي من أول السودان لغاية جامعة الدول العربية ولغاية كمان ميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. لو بصينا عند محور صفتة هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية اللي هتزيد في اتجاه جامعة القاهرة. خلينا بقى نروح لمحافظة القليوبية ونتابع مع بعض. وصلنا هنا دلوقتي لو احنا جايين من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشيين عند الطريق الإقليمي بيفضل ان احنا نكمل عن طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الطريق الزراعي هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد اللي متعودين عليه في الوقت اللي زي ده. لو بصينا بقى على الاتجاه الثاني هنلاقي كثافات متقطعة وسط طبعا يعني متابعة دورية من حركة السيارات من إدارة المرور عشان سحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري. نتحول كمان ونتابع بقى محافظة بورسعيد هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع. هنلاقي بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر، احنا شايفين كثافات نسبية موجودة هتبتدي تقل لغاية ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح عند طريق البحر احنا شايفين كمان سيولة مرورية ومفيش أي مشاكل. لو بصينا بقى عند طرح البحر هنلاقي من طرح البحر لشارع الجمهورية في بعض الكثافات المرورية اللي هتكمل لآخر الشارع، لكن إجمالا الكثافات المرورية بسيطة جدا يعني المعتادة في الوقت ده مش هتأثر أبدا على حركة المرور. ودلوقتي كل مشاهدينا اللي لسه منزلوش خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس النهاردة يكون مائل للبرودة بالليل وفي الصباح الباكر، وهيكون معتدل نهارا على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، وهيكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 26 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 23 درجة، والغردقة العظمى فيها 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.